تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للممثلة أمل صقر والرابور مسلم وهما على متن سيارة يؤديان أغنية لالا التي أطلقها مسلم قبل أسبوع. وظهر الزوجان في تناغم والفرح باد على وجهيهما، خاصة أن مسلم غنى مقطعا من أغنيته يخاطب فيها زوجته صقر قائلا: أنت في العين والقلب وفوق الرأس واحنا ضد العنف. وتابع مسلم: خلي راسك الفوق ألالا مرفوع ألالا كابوس وتسالة. الأمر الذي اعتبره العديد من متابعيهما رسالة قوية لطي صفحة الماضي ولطي صفحة القيل والقال التي لحقتهما بعد الخروج الإعلامي لطليقتهما التي اتهمتهما بالخيانة. وكانت الممثلة والمنشطة البرامج أمل صقر قد نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه رسميا عن زواجها بالرابور مسلم، الأمر الذي تطرقت إليه تقارير صحفية أكدت في وقت سابق زواجهما. وتقدم كل من مسلم وصقر يوم الأربعاء الماضي لطلب إذن الزواج لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، وتوجه بعد ذلك لكتابة العقد لدى العدول. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.